حضرتك برضو اكيد اكيد يعني في رحله حفاظك على ارث عائله امام اكيد المهمه ما كانتش سهله من جانب فيما يتعلق بتفاصيل حتى حسن تنشئه وتربيه كابتن حازم في حد ذاته، وكمان ده ما اخلش بنجاحات حضرتك على الصعيد المهني. انا في يعني داخلي دايما النوع المحبه للنجاح وعندي طموح على طول، وده خلقته في اولادي برضه، بحب دايما وحماده كمان ان كل واحد لازم فينا يبقى عنده حافز، مش انه نجح في جزئيه يقوم يقف عندها، لا في بعدها وبعدها وبعدها. يعني اخد مثال لحازم مثلا، كان بياخد دايما احسن وسط احسن اخلاق، قلت له لا لازم ان شاء الله احسن لاعب في مصر، فعلا خدها. كنت مره في مؤتمر في دمشق كلمني قال لي اخي خدتها عشانك اهو، فافرحي بقى، قلت له طبعا. حماده نفس القصه، دايما كنت ادعمه اقول له لازم التعليق مش عارفه، يعني حتى في بين المباريات يكلمني ياخد رايي، ايه رايك، اقول له لا خد بالك كذا مثلا. فخد احسن معلق عده مرات، ومش بس في مصر، في العالم العربي، وحلق وعلق في كل دوريات اوروبا طبعا. كنت حتى بروح معاه مباريات كتيره في اوروبا، حضرت مره ريال مدريد ومانشستر، الله، وكان يوميها زي الايام دي كان يوم العرفه، كنت صايمه وخدت معايا ساندويتش، قلت عشان افطر في المباراه بقى، وانا ريال مدريديه بحب ريال مدريد، فتذكرتي في اي بي كان حماده طبعا جايبها لي، فدخلت قلت بقى هصوم وهفطر بالساندويتش يعني. فوجئت ايه، مائده الرحمن، كان الله سبحانه وتعالى قال لي شوف ده افطاري في مانشستر على احسن ما كنا عاملين للفي اي بيز بقى عصاير وكل ما لذ وطاب، فقلت سبحان الله يعني في اخر بلاد اللي. فطبعا حتى في وسط الماتش المدريد جاب الاول، رحت قايمه في وسط الناس احرقت بقى كل مانشستر. بس طبعا طريقه زي ما كنا هنا، يعني هنا كنا جمهورنا كده الجميل ده، كنا بنقعد بدون حواجز، بنقعد مع بعض، كان في رقي في التشجيع، رقي. ريت نعيد تاني الجماهير بس على اساس انها تكون محترمه، ما تتنمرش على حد، ما زي ما شفنا في انجلترا، يعني بنقول بلاد اوروبيه للاسف. فيا ريت اتحاد الكوره والامن يعيدوا الجماهير بنسبه معقوله 5000 مثلا، وهي تنزل اكيد هترجع تدريجيا نتمنى ده، وتكون زي الله. مثلا للنادي اللي هو بيلعب، يعني جمهوره فقط، نبدا كبدايه جمهور النادي اللي هو بيلعب صاحب الارض، ونبدا بقى شويه شويه. اكيد الامن ده كان قادر بيحمي ال 70,000 وال 80,000، مش معقول 5000 او طبعا. يعني هو يمكن عشان برضو الكورونا وغيره، بس ان شاء الله هترجع تدريجيا. طيب دكتور ماجي، احكي لنا، كنت بتحضري يعني خطبته، كنت بتحضري معاه بقى الماتشات، لما اتجوزته كنت بتسافري معاه، بتبقي حريصه تسافري معاه كل الماتشات، كنت بتتضايقي لما حد مثلا في بلد مسافره معاه عشان عنده مباراه، حد من البنات او الصحفيات مثلا؟ لا انا بحضر يعني كنت حضرت مثلا ويست هام، كنت حاضر انا وزميلاتي، وكل ما كان بيجيب هدف بقى يشاور لي انه جاب 3 اهداف، بيشاور لك هو بيلعب بقى، يعني هو بيعمل مشاور للجمهور. بس حضرتك عارفه اللي فيها ايه طبعا. فطبعا ايام جميله، وحضرت كتير من ماتشات في الاهلي ومعاه وهو بيلعب حماده. وكنت بنتهز الفرصه بقى، بيبقى الشامبيونز ليج يعني بروح مره في السنه، مش بروح على طول الحقيقه طبعا، لانه انا كاستاذه في اعلام وعميده ما اقدرش اسافر على طول، فكنت بختار مره رحله الشتاء والصيف كده اروح مره. وهو كمان لما كنت بسافر مؤتمرات كان بيجي معايا بقى، يعني لانه هي السفريه واحده فبتبقى لذيذه يعني، حلو السبورت او الدعم يكون من الطرفين.